بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في الفيديو الثاني لنهار اليوم. إذا الآن مع التحضير دروس اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي، نبدأ بحول الله هذه البداية مع المقطع الرابع، مقطع الرياضة والتسلية الوحدة الأولى. إذا كالعادة أقرأ النص المنطوق، ثم ماذا؟ ثم أتأمل وأتحدث، ثم أنتج شفويا. إذا أنا أقرأ على التلاميذ أن يستمعوا جيدا. إذا أنصتوا، ماذا لدينا؟ لدينا العدو المدرسي. جاء اليوم الذي شاركت فيه مدرستنا في سباق العدو. كان الشارع الكبير خاليا من السيارات. استعد المشاركون ووقفوا كلهم أمام خط الانطلاق. ها هم تلاميذ مدرستنا، إنهم يرتدون لباسا بألوان العلم الوطني الأحمر والأخضر والأبيض. سمعنا صفارة معلنة بداية السباق. انطلق الجميع بسرعة وبقينا نحن على حافة الطريق نشجع زملائنا. انتظرنا مدة ليظهر المتسابقون من الجهة الأخرى، وقد قاموا بدورة واحدة حول المدينة. هذا فؤاد، إنه تلميذ من مدرستنا ويدرس في القسم الخامس. تعالت الهتافات: هيا يا فؤاد لا تستسلم. وراءه هشام، إنه من المدرسة المجاورة. أما في المرتبة الثالثة فقد دخل زكريا من مدرسة أخرى. صعد الفائزون على منصة التتويج. أمسك فؤاد بيد هشام وزكريا فهنأهم المدير وقال: شكرا على الروح الرياضية. إذا النص بسيط وجميل، عما يتحدث هذا النص؟ نعم، جيد جدا. النص يتحدث عن رياضة من الرياضات. ما هي هذه الرياضة؟ هل كرة القدم، السباحة، كرة الطاولة، كرة الطائرة، كرة اليد، ما هي؟ ركوب الخيل. أحسنتم، إنها سباق العدو. إذا يتحدث النص عن العدو المدرسي. ما هو العدو المدرسي؟ لاحظوا أبنائي، هل فيه عدد قليل من المتسابقين؟ في عدد كبير جدا من المتسابقين. لاحظوا، عدد كبير جدا. يرتدون ثيابا بماذا؟ بألوان العلم الوطني. هل هذا المكان هو ملعب؟ هل هو قاعة رياضية؟ إنه شارع. إذا العدو المدرسي هو رياضة يشارك فيها الكثير والكثير من المتسابقين، ويجرون لمسافات طويلة بالشوارع والطرقات. جيد جدا، هذا هو، لذلك نسميه بالعدو. إذا من فاز؟ فاز فؤاد، جيد جدا، وأيضا هشام وزكريا. زكريا وهشام وفؤاد من نفس المدرسة؟ لا، هم من مدارس مختلفة. جيد جدا، كل واحد منهم من مدرسة. إذا هنأهم المدير على ماذا؟ هنأهم على الفوز والروح الرياضية. إذن الآن ننتقل إلى عنصر. ماذا عنصر؟ أتأمل وأتحدث. ماذا لدينا؟ لدينا هنا، ماذا نلاحظ في الصورة الأولى؟ كم عدد اللاعبين أو اللاعبات في هذه الصورة؟ لدينا لاعبتان. جيد جدا. ماذا ترتدي كل لاعبة؟ ترتدي ثوبا أبيضا وحزاما أسودا. جيد جدا. هل يشبه ثوب هذه اللاعبة ثوب اللاعبة الأخرى؟ جيد جدا. إذا هذه الرياضة هي رياضة الكاراتيه، ورياضة الكاراتيه لديها لباسها الخاص. جيد جدا.
أين تلعب رياضة الكاراتي؟ في الشارع مثل العدو الريفي أو العدو المدرسي؟ في الملعب مثل كرة القدم؟ لا، رياضة الكاراتي تلعب داخل القاعات. جيد جدا. إذن هنا تتنافس اللاعبتان ويكون حكم هو الذي يحكم بينهما. نذهب للصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا تمثل؟ هذه رياضة كرة القدم. هل رياضة كرة القدم تشبه لعبة الكاراتي أو رياضة الكاراتي؟ لا، لا تشبهها، لأن كرة القدم رياضة جماعية. جيد جدا، يعني يلعب فيها فريق ضد فريق آخر. كل فريق كم فيه؟ ما هو عدد اللاعبين في كل فريق؟ جيد جدا، لدينا 11 لاعبا. جيد جدا. وتلعب أين تلعب؟ أين تلعب؟ تلعب في الملعب وفي شوطين اثنين. إذا نصل إلى أن الرياضة هي رياضات، لدينا رياضات متنوعة فردية وجماعية. جيد جدا. ماذا نتعلم من الرياضة؟ ماذا تعلمنا؟ ما هي فوائد الرياضة؟ هي الرياضة تهذب الأخلاق، نتعلم فيها الأخلاق والصبر والتركيز، كما أنها تنمي الجسد أو الجسم عفوا، وماذا؟ والعقل. إذن أعيد أقول أن الرياضة تهذب الأخلاق وتنمي الجسم والعقل. إذن في العنصر الثالث أنتج شفويا، هنا لا بأس أن نترك للطفل الحرية في التعبير. نسأله ماذا تلاحظ؟ قد يقول لنا هنا رياضة كاراتي. لا بأس، نقبل الإجابة ونشرح له أن هذه رياضة أخرى، هي رياضة الجودو، وهي رياضة مشابهة لماذا؟ لرياضة الكاراتي. هنا اللاعبان، كل لاعب يحيي الآخر بنفس التحية الخاصة برياضة الكاراتي. هنا كل لاعب يحاول أن يسقط اللاعب الآخر، لذلك عرفنا أنها رياضة الجودو، لأنه في الجودو اللاعبان يحاولان إسقاط بعضهما البعض. هنا بعد نهاية المنافسة، الحكم، هذا الرجل الذي يحكم بين المتنافسين نسميه الحكم، هو من يعلن الفائز في هذه الرياضة. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو أو نهاية هذا الدرس. نقول لكم في أمان الله، نلتقي.